الله 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 يا خالق البشر الله 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 يا خالق البشر بدت لنا في ربيع خالق القمر من وجه من فق كل البدو الله 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 يا خالق البشر جلوه في الكون والأملاك بين التيه والحفر الله 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 يا خالق البشر وكان في هذا الشهر مولده أكرم بمولد خير الخلق والبشر الله 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 تجمع الحسن فيه فهو واحد جلوه في صورة فقط على صور الله 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 هو الله يا خالق البشر متى عرى ربعه يا سعد واسعله سعيا على الراس بل سعيا على الله 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 يا خالق البشر إن لم أزور قبره يا سعد في الله 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 يا خالق البشر تقسم الحب فيه كل جارحة فالوجد للقلب والأجبار
الأظهري الله 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 يا خالق البشر صلى عليه إله العرش ما صدحت حمائم الورق في الأصل والبكاري الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه فلما أنا أوان مولده الكريم وحال مقدمه الشريف العظيم صاح الشاوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تجبها بأجنيتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها وبين يديها جبريل ولهم زجل من تسبيح وتقديس والتهليل للملك الجليل وقبلت دلعون العين إلى أمه آمنة الكريمة آمنة الكريمة تبشرها بأن من جميع المخاوف آمنا وتنوض عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والضوءة المحمدية أخذها المخاض واشتد فولدت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كأنه البدر في تمامه Yeah.
خفت من حب دور مثل حسنك ما رأينا. الله الله قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. أنت شمس سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا محمد يا نور صافي عيني يا مؤيد يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك. يا غريم والدين عودك صافي الممرار في الممرار اردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك.
غرامه يا مولاي واشتياقه وحنينه يا الله يا نبي سلام عليك يا واغفر
خير النساء آتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي وموكل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته آمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما آمين وجزه عن أفضل ما جزيت نبيا عن أمته آمين وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العرية ربيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وإياه مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكه لنهج القويم اجعلنا من إخيار أمته واسترنا بذيل حرمته واسترنا غدا في زمرته واستمل ألسنتنا بمده ونصرته واهينا مستمسكين بطاعته ومحبته
وامسنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستسبح به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فابثنا علينا ببركة لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه حاج النبي المصطفى وآله أهل الشرك والوفا، كلنا معينا ومصيبا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار، أغفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واهرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمال ما بالإلى الإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تعميم النعم علينا، الله الله، ووفق آل شكرك ما يقينا، رسول الله أهلكنا بعد عفوك والعوافي، الله الله، وهوين كل مطلوب علينا، رسول الله، فإنا لا نؤمن أول بمهم، الله الله، ألم بنا ولا ما قد لكينا، رسول الله، على أحد ولا سبب ولكن، الله الله، إذا ضاقت وكنت لها قمينا، رسول الله، وصلي على رسولك كل الله الله الله، محمد النبي الزكي الأمين، رسول الله، كجاك أهل وسابق الكرام، الله الله، ومولاهم والتابعين، رسول الله. يا إلهي بحق دبر البغي والفساد، آمين. يا إلهي بحق جود بلطفك يا جواد، يا إلهي بحق آتنا سول والمراد، حصل القصد والمراد، وصف الوقت والوداد، وبرؤيا محمد فريت أنفس العباد، عن غرامي ولوعتي لا تحركني في الملام، جاك ديني وملتي، جاك لي غاية المرام، بهنتي في لذتي، سلوتي للهوى حرام، ما بطنتم كفتنتي، سددوني بلا كلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الأجمعين، وسلم تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول